تمتلك أضخم ترسانة صاروخية في العالم، وتعد الأقوى والأكثر كفاءة في تطوير جميع أنواع الصواريخ، لكنها اليوم تلجأ إلى إيران للحصول على بعض منها. صواريخ باليستية قصيرة المدى في طريقها من إيران إلى روسيا. موسكو وطهران نفتا تلك الأخبار، لكن واشنطن أكدت. فلماذا تلجأ روسيا لإيران للحصول على الصواريخ؟ تلك الصواريخ الإيرانية بحسب مراقبين تأتي في وقت تعاني فيه روسيا من نقص في العتاد في حربها الدائرة مع أوكرانيا، وموسكو تريد مباغتة كييف بهجمات غير تقليدية تدمر البنية الأساسية للطاقة. وبحسب رويترز هناك هدف آخر من هذه الصواريخ، وهو تشتيت الدفاعات الأوكرانية عبر تنويع الهجمات بأسلحة مختلفة. فروسيا ترغب في مواجهة هجمات أوكرانيا المضادة بزيادة الضغط على أنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة. لكن على ماذا ستحصل طهران بالمقابل؟ وكالة بلومبرغ نقلت عن مسؤولين غربيين مطلعين عن تقييمات بأن الكرملين زاد من تعاونه مع إيران في الأشهر الأخيرة بشأن طموحاتها للحصول على أسلحة نووية، الأمر الذي أثار مخاوف الولايات المتحدة والدول الغربية من حالة حصول إيران على تقنيات سرية تساعدها في الاقتراب من القدرة على تصنيع السلاح النووي.